إجراءات احترازية تتخذها دوائر كركوك لمواجهة مياه الأمطار التي هطلت بغزارة خلال يومين، استنفار للملاكات الخدمية تحسبا لأي فيضانات أو سيول قد تضرب المحافظة. غرفة عمليات شكلت لهذا الغرض تضم مديري الدوائر الخدمية بإشراف مباشر من محافظ كركوك. فتح الاختناقات من المجاري وسحب المياه أبرز ما يتم التركيز عليه. محافظة كركوك فيها خلية أزمة لدرء الفيضان برئاسة السيد المحافظ وعضوية الدوائر المساندة المعنية بهذا الموضوع، وكذلك قيادة شرطة كركوك والدفاع المدني والهلال الأحمر تقوم بواجبها بشكل دوري. وهناك إجراءات تخص مديرية الموارد المائية من خلال متابعة السداد الفيضانية على طول نهر الزاب الأسفل، وكذلك تأمين الوديان لنقل الكميات الواردة من السيول سواء كانت من أعالي نهر الزاب الأسفل من محافظة سليمانية أو أربيل وباتجاه مصباته بشكل آمن. التجارب السابقة أنتجت نجاحا على مستوى التعامل مع مياه الأمطار خاصة في القرى القريبة من نهر الزاب. لا فيضانات بعد الآن هو الشعار الأبرز هنا. نحن خلال قرابة 36 ساعة شهدنا هطول أمطار بنسبة تجاوزت الأكثر من 30 ملم، وهي نسبة تبشر بخير. كان هنالك جهد جبار وكبير للدوائر الخدمية، المجاري، الماء، البلدية، البلديات، توزيع الكهرباء بإشراف السيد المحافظ. استطاعت كركوك خلال فترة قصيرة جدا من فتح جميع المسارات لم نشهد حالة فيضانات، الأوضاع طبيعية. الجهد المشترك والإفادة من المراحل السابقة للأمطار، هنالك بعض التلكؤ، الخطأ، الخلل المعين، أنت من خلال التجربة تصنع النجاح. جهود استثنائية ولدت وعيا عند المسؤول والمواطن على حد سواء لاحتواء أي خطورة للسيول بإجراءات استباقية. لقناة الفلوج عبدالله العامري، كركوك.